يبي الأمور تخدمه هي وتظهره، ما جت الأمور، مقادير لله حكمة فيها. ولا يفلح الساحر حيث أتى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. ونهايتهم تنتهي إلى النفاق الاعتقادي مع السنين، يبدأ الواحد يمكر ويقتل ويتهم في العرض خصمه وكل شيء يسوي، ما عندهم مشكلة أبدا ولا في شيء حواجز بينه وبين الحلال، بينه وبين الحرام، بينه وبين النار عادي. ولذلك هم ليبراليون في الباطن وإسلاميون في الظاهر، ما عندهم مانع. اللي درسوا في الغرب قالوا المرأة تكشف عن مفاتنها، عن يدينه ورجلينه وسيقانه وكل شيء وتعرى، ما في شيء. وذولا لا، يقول لا يصير على حد يعني، ولا بأس بالاختلاط ولا بأس بكذا ولا بأس بكذا، ما يدلكم على خطورة الأمر. ونتقمص الإسلام من أجل الدنيا، صاروا ألعوبة بيد القوى الشريرة تدعمهم مسافة 30%، 50%، 60%، 70%، وإذا تعارضت المصالح باعوه ويا ملفه، انتهى الموضوع، صار هو الضحية، لأنه ما أراد وجه الله حتى يحميه الله. والله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا صار الإنسان وحدة، خصلة وحدة بس، يستسيغ الكذب والمكر وخديعة الناس، أنت أغسل يدك منه أصلا. يجب المؤمن على الخصال كلها ما عدا الكذب والبخل، وهذه صفة أهل الهوى.